هاي تتعامل دول العالم بعملات مختلفة، وفي عدد من الاقتصادات الحرة يلي بتعتمد أكثر من عملة، ومن بينها لبنان يلي بيعتمد على الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي، ودول تانية تفرض استخدام عملتها بشكل حصري مثل دول الاتحاد الأوروبي، أمريكا، بريطانيا وغيرهم. ممكن يتم التقاط العملة الورقية الأمريكية بمغناطيس قوي، وكلمة بوك المرادفة للدولار مصدرها بوكسكن أو جلد الغزال يلي كان يستخدم كعملة بالقرن الثامن عشر. الباوند البريطاني هو أقدم عملة ما زالت مستخدمة لغاية اليوم وعمره أكثر من 1200 سنة. الدينار الكويتي هو أغلى عملة بالعالم وقيمتها اليوم حوالي 3.29 دولار. مين قال إنه الملكة إليزابيث هي صاحبة الرقم القياسي لأكثر شخص موجودة صورته على عملات لأكثر من 35 بلد بالعالم؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.